تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية في محافظة نينوى يعتبر مشروع استراتيجي وطني كبير الذي سيتمخض عنه إصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي ستكون البديل القانوني لشهادة الجنسية العراقية وبطاقة الأحوال المدنية وبطاقة السكن، وأيضا هو مشروع خدمي بامتياز للمواطن والدولة على حد سواء. الحقيقة لحد الآن المشروع لم يفعل، لأنه هناك أمور تسبق تنفيذ المشروع هي تهيئة المستلزمات المادية والفنية لهذا المشروع. يحتاج إلى بنى تحتية، يحتاج إلى تأثيث خاص، ويحتاج إلى كوادر، واللي أهم من هذا كله هو وصول الكيبل الضوئي، وصول الكيبل الضوئي إلى مدينة الموصل وإلى الأقضية والنواحي، لأنه كل دائرة أحوال راح تكون هي منظومة بحد ذاتها. فعندنا 27 دائرة أحوال مدنية اللي راح تكون واحدة من الدوائر راح نضيفها إلى دائرة أحوال الموصل الأيمن أو الأيسر، فيبقى عندنا 26 دائرة أحوال مدنية، يعني 26 مركز إدخال بيانات. وهناك وضعنا خطتين للتنفيذ. الخطة الأولى أما التنفيذ يكون على مستوى دائرة، أو التنفيذ يكون في الساحل الأيمن والأيسر على شكل مراكز. بس الأفضل واللي يقدم خدمة للمواطن أكثر أنه تكون كل دائرة مركز، والآن معمول به في بقية محافظات العراق. فإحنا منتظرين إن شاء الله وصول الكيبل الضوئي، وجادين بتنفيذ هذا المشروع إن شاء الله إن شاء الله في عام 2018. خصوص الجوازات والجنسية العراقية، الجنسية العراقية، شهادة الجنسية العراقية مفعل مفعل، وما توقفنا في موضوع إصدار شهادة الجنسية العراقية. أما شغلة موضوع الجوازات أيضا شبيهة بالبطاقة الوطنية، هم دا ننتظر وصول الكيبل الضوئي، ولكن بناية الجوازات عندنا كاملة ومؤهلة ومؤثثة أيضا، فقط دا ننتظر وصول الكيبل الضوئي حتى تتفعل منظومة الجوازات. الآن والله إحنا نريد، ودائما أناشد بهذا الموضوع، أنه المواطن يلتزم بجدول المراجعة، يلتزم بجدول المراجعة. أغلب الموجودين الآن اليوم في المراجعة اللي هو مكتب الكرامة، أكثر من 50% من المراجعين هم خارج الجدول. وأيضا يعني ناشد رؤساء الدوائر الخدمية في محافظة نينوى أنه أكو عندنا تعميم فيما يخص هوية الأحوال المدنية ونفاذها. فالمواطن يعني من خلال تجواننا ولقائنا بالمواطنين لاحظ أنه هوياتهم صادرة 2011 2012 أو 2013 وحتى 2014، يجي يراجع يريد يبدل الهوية. الحقيقة الهوية نافذة، وحسب هذا التعميم اللي وردنا من مديرية الشؤون الأحوال المدنية العامة قسم تدقيق السجلات، اللي يقول، اللي نص الآتي: إن البطاقة الشخصية الممنوحة للمواطنين قد صدرت استنادا إلى أحكام المادتين 45 و47 من قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 72 المعدل الملغى، حيث أن البطاقة التي يتم تجديدها في حالة صدور قرار تصحيح أو إضافة أحد حقول القيد أو وجود أخطاء في البطاقات، وفي حالة عدم وجود أي خطأ فيها، تعتبر البطاقة شخصية وقانونية وأصولية حتى وإن مضى عليها 10 سنوات على صدورها. يعني حتى إذا مضى 10 سنين على صدورها فهي نافذة إذا كانت مقروءة وما بها أخطاء وما بها تلف. والمواطن يعني هنا ما يلزم المواطن بتبديله، المواطن مخير وليس مجبر بتجديد البطاقة، كونها تعتبر نافذة قانونا ويمكن الاعتماد عليها في الحصول على المستمسكات الأخرى. فاللي نترجاه من اخواننا رؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة انه يراعون هذا الجانب، لانه دا يصير زخم شديد على دائرتنا الحقيقة، واحنا دا نعاني اصلا شحة في الكادر.